فالكمون يعني هذا ربما يعني يتغافل عنه الناس ولا يستهلكونه بكثرة، لكنه قوي. فهو أولا يخفض الحرارة للذين لديهم حمى، للذين لا ترتفع لديهم حرارة، أطفال وكل الناس، كذلك الأطفال ممكن أن يستهلكوا الكمون لأنه من الأعشاب الغذائية، الأعشاب الطبية الغذائية. فهو يخفض الحرارة في حالة الحمى، وهو مضاد للجراثيم. وهو كذلك يخفض الكوليسترول، يخفض الكوليسترول إذا استهلكه الناس 5 جرامات في اليوم. وكذلك يخفض من الوزن الذين لديهم وزن زائد. ويعني حالة يعني الستريس لما يكون شخص مرهق يعني ويعني متوتر فهو كذلك جيد، ويشرب في المساء، مساعد على النوم، يشرب في المساء، يعني الكمون يشرب في كل وقت حتى في الصباح. الجهاز الهضمي يعني لماذا؟ لأنه هو هو يخفض الحرارة، وكذلك يعني أنطالجيك هو يخفض حتى الألم، هو مسكن للألم، والألم على مستوى الجهاز الهضمي الذين لديهم الاي بي اس الايريتيتين باول سندروم، اشخاص الذين لديهم مشكل تقرحات على مستوى القولون يعني بعد الاكل، فهو يعني يساعد في الهضم، وكذلك يعني يساعد في مشكل الانتفاخات والتحمضات، وكذلك مشكل الغازات على مستوى الأمعاء. الكمون من كابحات من المواد التي تكبح السرطان. لأن المصابين بالسرطان وبالأمراض المناعية الذاتية والمصابين بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط وكذلك السكري، الذين لديهم سكري كذلك أن يشربوا هذا الكمون. الكمون من الأعشاب الطبية كذلك، فهو من الأعشاب الطبية الغذائية، يعني ممكن أن يستهلك يوميا وممكن أن يستهلك دائما. والكمون يحتوي على مركبات قوية، وممكن أن يستهلك كذلك كشراب يعني كشاي. الكمون هذه المركبات، فهو أولا يخفض الحرارة للذين لديهم حمى، للذين لا ترتفع لديهم حرارة، أطفال وكل الناس، كذلك الأطفال ممكن أن يستهلكوا الكمون لأنه من الأعشاب الغذائية، أعشاب طبية الغذائية. فهو يخفض الحرارة في حالة الحمى، وهو مضاد للجراثيم، مضاد للجراثيم، ويعمل مع الكزبرة، يعني سنتكلم عن هذه الأشياء لأن كل توابل تعمل مع بعضها، وهذا هو السر في هذا العلم، يعني كيف تعمل الأشياء مع بعضها. فالكمون يعني هذا ربما يعني يتغافل عنه الناس ولا يستهلكونه بكثرة، لكنه قوي. وهو كذلك يخفض الكوليسترول، يخفض الكوليسترول إذا استهلكه الناس 5 جرامات في اليوم. وكذلك يخفض من الوزن الذين لديهم وزن زائد إذا يشربوا هذا الكمون، يعني منقوع الكمون، ماء يغلى يوضع فيه كمون يتركونه ثم يشربونه. فهو كذلك يساعد على خفض الوزن، ويعني حالة يعني الستريس لما يكون شخص مرهق يعني ويعني متوتر فهو كذلك جيد، ويشرب في المساء، مساعد على النوم، يشرب في المساء، يعني الكمون يشرب في كل وقت حتى في الصباح. والكمون ممكن أن يستهلك مع جميع يعني المأكولات،
وكذلك الأشياء يعني حتى أنواع الشاي، هذه شاي الأعشاب وحتى الشاي الأخضر ممكن أن يضاف له كمون، وممكن أن يشرب لوحده كشاي، وممكن أن يشرب مع بعض الأشياء. وسنتكلم عن الكزبرة وكذلك عن اليانسون النجمي واليانسون الشمر، وكذلك الكمون يعمل مع هذه الأشياء، ويعمل كذلك مع الحبة السوداء. فهذا الكمون، هذه الأشياء يعني كلها يعني جيدة، لكن يبقى الجهاز الهضمي. يعني لماذا؟ لأنه هو أنتي بيرينيك، هو يخفض الحرارة، وكذلك يعني أنطالجيك، هو يخفض حتى الألم، هو مسكن للألم، والألم على مستوى الجهاز الهضمي الذين لديهم الاي بي اس، الايريتيتين باول ساندروم، اشخاص الذين لديهم مشكل تقرحات على مستوى القولون، دائما الاكل يكون فيه كمون، او يكون فيه كمون وممكن يشرب كمون بعد الوجبه. والكمون من الاشياء التي تشرب يعني بعد الاكل، يتناولها الناس يعني بعد الاكل، فهو يعني يساعد في الهضم، وكذلك يعني يساعد في مشكل الانتفاخات والتحمضات، وكذلك مشكل الغازات على مستوى الامعاء. لماذا؟ لان الذين لديهم تقرحات يعني على مستوى القولون، الايريتيتنج باول ديزيزز، هذه الامراض التقرحيه على مستوى القولون، طبعا لما يكون غاز، لما يكون تخمرات ويكون غاز على مستوى القولون، فيحسون بالم، لان هذا الغاز طبعا هو حمضي ويحرق، يعني يسبب التهاب ويسبب الم على مستوى يعني القولون. الكمون يفيد في هذه الاشياء، لكن الكمون له اسرار اخرى، يعني وهو يعني ربما يحتقره الناس، ويعني هو يحتقره الناس لانه لا يستهلكونه بكثره، ويستهلك فقط من اجل هذه الرائحه. لكن له دور كبير، لان الكمون الذي يحتقره الناس سيدخل في هذه يعني هذه النانو ثيرابي. فالكمون يغلى مع الماء، ثم يؤخذ هذا الماء وتخلط معه هذه ملح الذهب، يعني ملح صوديوم ذهب، ثم يعني لا تكبر وتغلف بالقوم ارابيكا، يعني تقنيات متقدمة، نحن نبسط التفسير فقط، لكن هذا هو يعني الأساس الذي يعملون به في التكنولوجيا، لأنها تكنولوجيا في الأخير. الكمون من كابحات، من المواد التي تكبح السرطان، وهو يدخل في النظام الغذائي. أنا لا أقول علاج ولا أقول خلطة، لأن المصابين بالسرطان وبالأمراض المناعية الذاتية، المصابين بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط، وكذلك السكري، الذين لديهم سكري كذلك أن يشربوا هذا الكمون، ليس ليعالج السكري، لكن يشربوا الكمون لأنه يريح المصابين بالسكري، فقط لكي يكون تركيز السكر جيد في الدم فقط، وليس علاج. فهذه الأشياء، النظام الغذائي للمصابين بالسرطان، يجب أن تدخل فيها هذه الأشياء التي نتكلم عنها، أن يتركوا الأشياء التي تسبب السرطان. وأتمنى أن يسجل الناس هذه الأشياء، أن يكتبوها لديهم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يعني لن تبقى في المستقبل، لأن هناك يعني طبعا هناك حملة مضادة ضد هذه العلاجات الطبيعية، وهي كانت منذ يعني 1950 وليس الآن. والآن يعني هذه كذلك هذه يعني الحملة المضادة ضد هذه العلاجات، فهي الآن بدأت تشتعل وبدأت يعني، وربما يعني ربما يمنعوا هذه الأشياء، ليس بعيد، والله ليس بعيد، يعني في أي وقت ممكن أن يمنعوا هذه الأشياء. لكن لا أظن، لأن هذه الأشياء من خلق الله وتوجد في الطبيعة وعاش بها الإنسان، لا يمكن أن يمنعوها ولن يقدروا على منعها، لكن من يدري، من يدري، ربما يجدون صيغة. فهذه الأشياء يعني أن ينتبه الناس لهذه الأشياء، وأن يسجلوها وأن يكتبوها في ورقة، وأن يجمعوا معلوماتهم بأنفسهم. لماذا لا يريد الناس أن يتعلموا هذه الأشياء؟ مع الأسف الشديد، الناس حتى رسالة الآن كتابية نصية، رسالة نصية على الواتساب، لم يعد الناس يقدرون عليها، بدأوا يسجلون أوديو. إنسان لا يقدر على كتابة الأحرف، يسجل فيديو أوديو، وما أدراك إذا كان الإنسان لا يقدر على التدوين، ولا يقدر على الكتابة، ولا يقدر على هذه الأشياء. وهذا هو يعني شيء مؤسف. فهذا الكمون يعني انظروا، كثير من الناس لديهم ستريس، يعني مرهقين ومتوترين، هذا الشخص لا يفكر إلا في دواء يعني يجعله ينام ويرتاح، ولكن لا يفكر في أشياء يشربها أو يهيئها في منزله، في مطبخه، أن يقوم للمطبخ، أي شيء يجده يغليه في الماء ويشربه. من جملة هذه الكزبرة حبوب، وهذا الكمون حبوب، وينسون حبوب، وكروية، وينسون ينسون نجمي، وأشياء كثيرة ممكن، واللويزة، هذه اللويزة، وكذلك ممكن أن يشرب يعني أي شيء يهدي، حتى شيء جيد.
لكن مع الأسف الشديد هذه الثقافة لا زال الناس لا يريدون أن يتعلموا هذه الأشياء. فدائما يعني لما أحس بألم أو لدي مرض دائما أتوجه مباشرة إلى الصيدلية كي أبلع شيء ثم يذهب الألم، ثم لا يريد الناس يعني أن يغيروا هذه، مع الأسف الشديد هذه الأشياء. لكن المستقبل مع هذه الأشياء، المستقبل مع هذه الأشياء أكيد من الأبحاث التي أجريت على الكمون، هذا الذي يحتقره الناس. وقارنوا الكمون يعني مع الباراسيتامول بالنسبة للأطفال، ووجدوا قوة الكمون بالنسبة للأطفال أحسن. لماذا؟ لأن الباراسيتامول قد يؤرق يعني بعض الأعضاء عند الطفل. هذه أبحاث منشورة دوكيمنتد، هذه أشياء موثقة وليس كلام. ولكن يعني ماذا نعمل مع الأسف الشديد؟ فهل سنقدر على هذه الأشياء، للرجوع لهذه الأشياء وتكون يعني ستريكتيرد، يعني تعود يعني علوم تدرس ويعرفها الناس وتكون قائمة بذاتها؟ أنا لا أظن. ماذا؟ لأن القوة المضادة قوية جدا، ويعني لا أظن. لكن عموما إذا كانت كثقافة وتعلم الناس هذه الأشياء فهي ستنفعهم إن شاء الله، ولما لا.